تأثير المحرر عفيف حمود من بلدة كفر حمان جنوب لبنان، اعتقل ب 1982 5/1/82، أفرج عني ب 26/6/98. قبل هذا الاعتقال اعتقلت 21 مرة. أنا تسامح عفيفي دخلت على مقطع الأخيرين سنة 88، تم الإفراج عني سنة 94. اسمي سوق شارب، عقلت سنة 1988 7/11 من لبنان، ضيعة اسمها دير ميلاس، جاي من لبنانية. صارت 13/9/90، تحرر ب 26/6/92. طبعا صارت اثناء تنفيذ العملية ضد عدو صهيوني. اول شيء بعرف عن اسمي، اسمي سونيا ويلون من عيطرون، اعتقلت مع خيي ابراهيم ويلون ب 25/1/91 لسنة 94/3/4. اسمي نعمان نصر الله من بلدة السائق، قضاء مرجع بجنوب لبنان، المنطقة المحتلة بجنوب لبنان، سنة 88 استشهد خيي بعملية للمقاومة ضد الجيش الإسرائيلي بجنوب. بعد استشهاده داهم الجيش الإسرائيلي والعملاء تبعه، عملاء لحد داهم البيت واعتقلوني. بسنة 88 كان الاجتياح الثاني لإسرائيل ووصلت لوسط بيروت. خلال هالعام عام 88 ارتفع صوت اسمه معسكر أنصار، ترك أثر كتير عميق. ما بعرف شو هو، بس بعرف العالم عم تتعذب فيه، في آلاف من الشباب والكهول والنساء عم بفوتوا عن المكان. أساليب التعذيب، كهرباء هيك عم نسمع، جلد، ضرب، بس فعليا ما شفته وما عشته بشكل مباشر، ولكن كنت حس حالي اني عشته دائما بشكل غير مباشر. بعام 85 لما انسحبوا من صيدا ومصول ووصلوا لحدود اللي حاليا تقريبا هني ما زالوا موجودين فيها واللي بيسموه الحزام الامني، صار في خلق لمعسكر تاني، لانه صاروا ملزمين يسكوا معسكر انصار اثنين سموه معتقل الخيام. طبعا الخيام نسمع عنه شيء غامض ومبهم وفي عذاب كتير، ولكن كل ما الإنسان بعد عن هالصورة، صحيح كلام كتير عنه بس ما بيعرفه إلا لا يفوت لداخل الخيام. الخيام اللي بتسمعني أولاً، يعني بس كنت أنا على مرض الخيام تفاجأت إنه كيف في معتقل ومسيطر على إسرائيل على الدرجة هذه. أساليب التعذيب، النسمة اللي هي الشبح، الكهرباء، الخبيط، التهديد، يعني يكاد لا يصدق الشيء اللي بنسمعه، انه الهمجية اللي بتصرف فيها الانسان. بيغطوك بحرام او بيعصبوا لك عيونك، بتفوت لعند المحقق، بتوصل للخيام كمان انت معصب وما بتشوف حدا، بس خيالات ماشي قدامي عم بجر واحد لابس عسكري، وهالخيالات مكلبجة
لابسه بنطلون وقميص كحلي وحاطين براسها، ما إلها راس يعني، ما بشوف عيونه، ما بشوف دينين، ما بشوف شعر، بس بشوف شيء نازل براسه. أول ما بيوصل بياخذ الرقم، بيعطوه رقم بالمعتقل، معنا الرقم 1188. هذا صار الرقم مثل اسمه بالضبط، ما يعني ما عادش ينسلخ وحتى ما عادش ينسى، لأن دائما المنادات بالرقم، ما بيجي يقول لك عفيف حمود، بينادي لك برقمه. ما في حكم إنه هذا إنسان بداخل معتقل الخيان محكوم 10 سنين 15 سنة وبيطلع؟ لا، ما في حكم. يمكن يعيش 20 سنة، ما حدا بيعرف. في مواضيع ما بدي احكيها، تعرضت للجلد شوي هيك، ركعوني تركيا وكب مي وتوقيف برا وتركيع بالحمام، وانا مكيسه بكب بجيبوا يفوتوا مني يصيروا يباولوا بالبداية حبي، يعني مثل اهانه لالي كل شوي. هذا المسؤول يجي يرفض لي يقول لي يلا احكي هيك. ضرب بشريط الشاي اللي فيه مسامير حديد، المطرح ما بيجي على الجسم بقد واحد الجسم ببلش يشيل الدم، المطرح ما بيجي ابدا. الكهرباء كذلك الامر، كب مي مسقعه وسخنه بخلي الجلد يفسخ في الماء. هي كله بعد في شيء اسمه زنزانه وعم بسمع عنها بس بعد ما عرفتها، اللي هي مثل القبر، بتذكر بوحشه القبر بالموت. هي كانت الصفات اللي عم تعطيها صفات. زنزانة 80 سم 80 سم بارتفاع 80 سم، هذه كان ينحط فيها لساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، 4 ساعات، اللي هي أبشع ما بيشوفها الإنسان. بيقعد فيها الواحد، يعني أكثر شيء في واحد قعد 52 يوم. التحقيق بتراوح من شهر ونص لثلاث اشهر للاربع اشهر بشكل عام، الا اذا في حالات استثنائيه بتمد للست اشهر، اقدر شوي اقل شوي بهالمده. خلص ملت هي بالتحقيق، مش انا عارفه شو في حوالي، شو ما عرفت كيف قالوا لي البنات انه صار لك شهر، ما مش عارفه شيء، من ساعتين لساعتين كل ما اسمع خشخشه مفاتيح بده يفتح الباب هيك يصير قلبي يدق وهيك بتتعب من 60 تاني. بقيت تحقيق معي ثلاثة أشهر وشوي، اعتقلت والدتي شي شهرين وشوي، ضغط علي لأعترف بأعمال معينة. يعني عرفت بفترتها أنه أمي موجودة من ضمن المعتقلين، عرفت من الفستان المعلق على بأوضة الحمام اللي كل البنات بفوتوا عليه. سمعت صوت أمي بضمن التحقيق، قالوا لي المحققين انه شو هذه امك هون ضلك هيك واهلك بجنبوك لتعذبهم. مثلا انا شو اللي ضايقني انه مثلا جابوا اختي، هلا مش انه ضايقت، انا بحسب حساب قديش هم يعني عندهم من هيك شغلات، بجيبوا اخت بجيبوا ما بتفرق معهم. اللي عرفته رجعت انه كان بي وامي بالمعتقل، بي كان عمره 64 سنة وامي كان عمره 54 سنة. طبعا بعد فترة قصيرة، بعد 8 أشهر من الاعتقال، عرفت انه بي لما فات على المعتقل تعذب كثير، من كثر العذاب وصل انه لوفاته. طلعوه من المعتقل مشان ما يمدش من المعتقل عندهم ويصير في ضجة إعلامية بالضيعة عنا. طلعوه على الضيعة نفس اليوم اللي طلعوه توفى. نقلوني على غرفة فيها بنات، فيها كم بنتين، قلت لهم كيف يعني بدهم تعيشوا هيك؟ قاعدين هيك مع البنات، قام قالوا بدنا نقوم نمثل انه طريقة تعازيب، بلشنا يعني جمعنا كلياتنا وقسمنا حالنا انه كيف بدهم يحققوا معنا، كيف بدهم يحققوا معنا، كيف بيضربونا، يعني بهالطريقه هي بنضحك انه يعني عم نعمل انه نشاور لحالنا. قسمنا بعضنا، وحده اخذت دور الشرطيات، وحده اخذت دور المعتقلي، وفي يعني بنتين اخذوا دور الجلادين انه
اللي بعزله بالكهرباء كم جديدة اللي أنا المعتقل مش اللي بنعمله فيه مش الأساليب اللي استعملوها معي. نفس اللحظة أنا فتحوا علينا شرطة الباب فتحوا علينا الباب وقالوا لي إنه تعالى معهم عايزين طلعت عندهم قاموا عصبوني نفس ما مثلنا طبق علي فهون ضليت بس فتت عن المعتقل عرفت بهالمرحلة هيك شو اللي عم يصير عندي مثلا عندي خيي توفى استشهد بيي توفى بسبب التعذيب وكنت اعتبر انه هالاشخاص هاو من الاشخاص الغالية عندي اغلى شيء عندي بحياتي صارت تهون علي الامور كثير انه اي امر اي بهدلة منهم تتوجه لي ما اتأثر فيه اعتبر انه خلص مازال الشيء الثمين اللي عندي فقدته. يعني انا قلت لهم ما قلت لها بدك تخضع للوضع يصير عندك انه الشيء خلص بده حطوهم عليك انه ما في مفر منه. اول ما فتت عن المعتقل قعدت افرادي تقريبا مده التحقيق كانت معي 68 يوم. اول ما فتت عليك طلعت لقيتها متر بـ80 سم فيها سطل بالزاوية سطل مثل السطل اللي بنستخدمه بالباب بيقضى حاجات يعني ببول وبيخرج فيها وبيغسل وجهه عليه يعني كل الشغلات بيقضى حاجته فيها للكائن للإنسان وفيها طاقة صغيرة هيك بيفوت لك الأكل منها وبيرجع بسكرها وطاقة ارتفاع تقريبا بالمترين أو أقل من المترين كان يضرب أنا راسي فيها وبقيت 6 سنين لوحدي أفكاري فصار كل الشغل اللي عم بشتغله على أفكاري وكل اللي بتمضى ساعات كتير يعني عندي 24 ساعة عم بحكي أنا وحالي انزل على أفرادي الفترة اللي انزل فيها حبها كتير من اي اتجاه من اتجاه انه انا اعتبرت الأفرادي هي محكمة النفس محكمة الشخصية هيدي كانت شو يعني مسح عام للفترة اللي قضيناها لصفاء ذهني وفي زنازين بحدود شيخة ست زنازين هوليك زنازين للأفرادي لو نقعد شخص هون هوليك الغرف الستة يعني بقعد 4-5 بنات فيه هون حسب العدد أنا لما نفت كان بحدود 35 بنت يعني في منهم بيقعدوا فترات في منهم بيقعدوا سنين عشنا بغرفة 2.25 2.25 فيها 6 أشخاص بياكلوا بيشربوا بيناموا بيغسلوا بدون من هالغرفة فيها بداخل الغرفة بريق ماي بلاستيك 3 لتر فيها سطل عبارة عن حمام هلأ المام على الماي وقوم على الماي فرشنا الماي فيه أنا كان عندي إصابة بكلوتي قدنا نام على فرش الماي فتحت كلوتي من البرد وفتحت لحالها الست أشخاص بناموا كل واحد على سيف يعني على جنب من جنابه لله بس بدو يفيق أو بدو يقلبوا الكل لحتى يناموا كلياتهم بياخدوا يعني شوي من الراحة وإلا إذا بدو ينام الواحد على ظهره ويتسطع ما في مجال نبرم حالنا على الحرام مشان يلف علينا 3-4 مرات مشان برا بنام على حرفه بعدين 3 من فوق و3 من تحت يعني خلف خلاف أو معاكسين راس وكعب بالعربي كنا مسمينا على السردين الغرف